أهلا بكم من جديد. قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقد التقى جلالة الملك المفدى رعاه الله بعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالوزارة، كما تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنح عددا من الضباط الأوسمة التقديرية، شاكرا ومقدرا لهم جهودهم المثمرة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق. بعد ذلك صافح جلالته عددا من كبار الضباط، كما قدم جلالة الملك المفدى حفظه الله خالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء البواسل، داعيا الله لهم بالرحمة والرضوان، وأن يسكنهم الله فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. وخلال اللقاء قال جلالته: يطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا واعتزازنا بما يبذله رجال أمننا البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرين بما حققوه من إنجازات في التعامل الأمني مع مختلف القضايا التي تمس أمن البلاد وتمكنهم بفضل الله من إفشال المخططات الإرهابية وملاحقة المطلوبين للعدالة وأداء المهام الأمنية المطلوبة بجاهزية عالية واحتراف أمني وقدرة فائقة على التعاون والتنسيق وأخذ زمام المبادرة من خلال العمليات الاستباقية، مقدرين على الدوام تضحيات رجال الأمن وتفانيهم في أداء الواجب. مشيدا جلالته وأيده الله بالتكاتف والعمل المشترك بين وزارة الداخلية وإخوانهم من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني لأداء رسالتهم النبيلة السامية، شاكرا جلالة الملك المفدى رعاه الله معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وجميع العاملين معه في الوزارة على ما تشهده الوزارة الداخلية من تطور ورقي مستمر. وقال جلالته: إن البحرين بعون الله ستظل كما هي دائما حرة أبية تنعم بالأمن والأمان وتسير بخطى ثابتة على طريق التنمية والرقي بفضل أبنائها مخلصين. كما كلف جلالته الحضور بنقل تحياته وتقديره لجميع منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، متمنيا لهم ولجميع المنتسبين دوام التوفيق واستمرار النجاح. وقد رفع معالي وزير الداخلية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والتقدير والولاء على هذه الزيارة الملكية السامية، والتي تعتبر وسام شرف ومدعاة فخر واعتزاز في ظل ما يحظى به منتسبو الأمن من جلالته أيده الله من دعم ورعاية وتقدير لعطائهم وتضحياتهم، سائلا معاليه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك قائدا وبانيا للنهضة البحرين المباركة، ونديم سبحانه وتعالى نعمة الأمن والاستقرار على مملكة البحرين.